نشرة إخبارية من قناة المكلا، أهلا بكم وإلى أبرز عناوين النشرة. رئيس المجلس الرئاسي يدعو القادة العرب إلى التصدي لمشروع ميليشيا الحوثي. رئيس الحكومة يعتذر للمواطنين عن انقطاع الكهرباء ويكشف حجم الفساد والأموال الطائلة التي تصرف في هذا الملف. والأمين العام لمحل حضرموت يبحث احتياجات المحافظة مع وفد من اليونسكو في قطاع التراث والثقافة والآثار والمتاحف. أهلا بكم. انطلقت بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية في دورتها 33 برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى بحضور القادة العرب والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 23 بندا تتعلق بمختلف القضايا العربية، بينها بند القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، الوقوف على التطورات السياسية للقضية والجهود العربية للسلام، إلى جانب التباحث في مجموعة من القضايا المشتركة وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك. وتنعقد قمة البحرين في ظرف استثنائي صعب، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات تسهم في إحلال السلام بالشرق الأوسط. وخلال كلمته في القمة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الإسرائيلي في غزة يمثل حدثا تاريخيا فارقا، وأن الشعوب العربية لن تنسى هذا العنف الأعمى الذي أظهره الكيان الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين بالقنابل والرصاص. وأشار أن العالم مدرك أن السلام والاحتلال لا يجتمعان. إن هذه القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثا تاريخيا فارقا، ولن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة، وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين في العقود الأخيرة، مؤكدا ضرورة وضع حد للمأساة في غزة فورا. وأكد غوتيريش أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات خطيرة وهناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية داخل غزة، مضيفا أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد التوترات مع اعتداءات المستوطنين على المساعدات المتجهة قطاع غزة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على رفضه التام للهجوم على رفح، مؤكدا بأنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن حرب غزة هي الأسوأ بالنسبة للمدنيين والصحفيين. كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تأكيد موقف بلادنا الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. وقال في كلمة بلادنا أمام الدورة الاعتيادية 33 لمؤتمر القمة العربية، قال أن القضية الفلسطينية ما تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، معتبرا أن انعقاد قمتين عربيتين حول القضية الفلسطينية في غضون 6 أشهر هي رسالة دعم قوية لنضال الشعب الفلسطيني وتأكيد التفاف الشعوب والحكومات والتزامها الكامل بالدفاع عن الحقوق المشروعة. كما دعا الرئيس العليمي القادة العرب إلى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية من قبل ميليشيا الحوثي وتصنيفها دوليا جماعة إرهابية، وأشار إلى ممارساتها التي تواصل بها الهروب من استحقاق السلام ودفع رواتب الموظفين إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم. إن الحرب اليمنية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في بلادنا قبل 10 سنوات ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها، ذلك أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك الميليشيات
لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإفشال أي فرصة لتنمية بلداننا وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة. وكان في وقت سابق قد وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومعه عضواء المجلس عبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية العادية 33. وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوي المجلس والوفد المرافق ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. وعبر الرئيس العليمي عن عظيم تقديره للأشقاء في مملكة البحرين على حسن الاستقبال والتحضير الجيد لأعمال القمة العربية التي تنعقد في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد، ويأتي في مقدمتها استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني وتصاعد خطر الميليشيات الإرهابية وتهديداتها للأمن والسلم الإقليمي والدولي. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي على أهمية معالجة أوضاع الطلاب المبتعثين إلى جمهورية كوبا. جاء ذلك خلال لقائه سفير بلادنا في هافانا محمد صالح ناشر الذي قدم شرحا وافيا عن سير العمل في السفارة وما تقدمه من خدمات لطلاب بلادنا المبتعثين إلى جمهورية كوبا وما تبذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وكوبا وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. وأكد الزبيدي على ضرورة توفير كافة احتياجات الطلاب المبتعثين ورعايتهم ومساعدتهم على التحصيل العلمي، مثنيا على جهود قيادة السفارة وحرصها على متابعة أوضاع الطلاب وحل الإشكاليات التي تواجههم. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري. وطلع الزبيدي على سير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق التابعة لها والجهود المبذولة لتطوير العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وناقش اللقاء دور الوزارة في تنظيم شؤون العمل للارتقاء بواقع العمال في بلادنا والإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني والتدخلات الإنسانية التي تنفذها بالشراكة مع المنظمات الدولية وتنسيق الجهود مع النقابات العمالية بما يمكنها من القيام بمهامها تجاه منتسبيها. في العاصمة البريطانية لندن التقى رئيس الحكومة أحمد بن مبارك وزير الدفاع البريطاني وبحث الجانبان التطورات في اليمن والمنطقة ومجالات الدعم والتعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين، وأكد التطورات في البحر الأحمر على ضوء تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة الدولية وفرص تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وخلال اللقاء أكد وزير الدفاع البريطاني العمل على تعزيز التعاون مع اليمن في مجال الدفاع ودعم بلاده لإحلال السلام في بلادنا. ظنا من أن الاعتذار للشعب سيكون شافعا للفشل الحكومي في معالجة الأوضاع والنهوض بمستوى الخدمات، حيث قدم رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في حوار تلفزيوني اعتذاره للشعب عن انقطاع الكهرباء والتي كشف بأنها تعاني من تركة فساد واختلالات كبيرة على وقع استهلاكها أرقاما طائلة لمعالجات مؤقتة ودون أثر ملموس في واقع المواطن. أعتذر للناس، يعني أنا أقول أننا أدرك ببادرة غير مسبوقة ظهر رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في حوار مع القناة الرسمية للشرعية اليمنية معتذرا للمواطنين في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى بسبب فشل تحسين خدمة الكهرباء، مبررا ذلك نتيجة تركة كبيرة من التراكمات على امتداد سنوات بعدم معالجة ملف الكهرباء بالطريقة الصحيحة. أنا أعتذر للناس، يعني أنا أقول أننا أدرك وأحس بصدق معنى أن تنقطع الكهرباء لمدة 16-15 ساعة. أنا أنزل وأشوف الناس، وأنا عندي أهلي في كريتر، وأنا ما نش منفصل عن هذا الواقع مطلقا، يعني حتى نحن في حقات في مكتبي أو أمس كان اجتماعاتي كلها والكهرباء مقطوعة، فنحن جزء من هذه المعاناة. لكن يجب أن تدرك الناس بأن هذه تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جدا، يعني حصل فيها إخفاقات كبيرة جدا لأنه ملف الكهرباء لم يدار بطريقة صحيحة، وهناك إشكاليات كثيرة جدا ثم طوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء عبارة عن فزعات.
أكثر من 1,010,000,000,000 ريال حجم ما أنفقته حكومة عدن خلال العام الماضي للكهرباء. لو أنفقت بطريقة سليمة لكان لدى الدولة محطات استراتيجية في الوقت الذي تستهلك الكهرباء 31% من إيرادات الدولة وتستنزف المال العام ودون أثر ملموس في واقع المواطن. يعني حجم ما أنفق على الكهرباء لو أنفق بطريقة سليمة كنا معانا محطات استراتيجية. نحن العام الماضي أنفقنا أكثر من 1,010,000,000,000 في الكهرباء ريالي من 75% منها يعني 755 مليار فقط اشتقاقات نفطية ونسبة لا تذكر في الصيانة والاستثمار. يعني 31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء. بالتالي أنا كانت رؤيتي أنه أولا يجب علينا أن نوقف النزيف ونشوف ما هو أهم يعني كيف يمكن أن نبدأ نعالج هذه المسألة. بن مبارك كشف عن حجم الفساد والتلاعب في موضوع شراء المشتقات النفطية وصفا الوضع الراهن بالمعركة بينه وبين من يريد استمرار الاختلالات المالية بعد تشكيل لجنة مناقصات من أول أيام توليه رئاسة الحكومة، وأكد أن هذا الصراع جزء من معاناة المواطنين في ملف الكهرباء. في موضوع شراء ملف المشتقات النفطية مباشرة في الأسبوع الأول فعلت لجنة مناقصات. تعرفين أنه إحنا كنا نشتري الطن تقريبا ب 1200 دولار للطن الواحد، الان يعني تقريبا ب 769 63 دولار للطن، يعني تقريبا بتوفير يصل الى ما مقداره من 35 يعني على حسب من 35 الى 40% فقط في هذا الباب. الان المعركه التي التاخير الى اخر لحظه التي الان يعانوها هو هذه القضيه، هو اما ان نعود مره ثانيه لنفس الممارسات السابقه وننفق على قطاع الكهرباء بنفس الطريقه السابقه ونستهلكها كلها في 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 سواء في 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 شراء المشتقات النفطيه بالطرق السابقه التي تهدر اموال ضخمه، او ان نصبر ونعيد الامور الى نصابها. اعتراف صريح من رئيس الحكومة بأن ميليشيات الحوثي تمتلك موارد أكثر من موارد الدولة وتعرقل مسار إحلال السلام، فماذا يبقي الشرعية اليمنية متمسكة بالحوار مع هذه الجماعة التي تزيد يوما بعد آخر الأزمة تعقيدا، ويتحمل المواطن في المناطق المحررة تبعات ذلك لتظل الحكومة والرئاسة في حوارات ولقاءات تقدم اعتذارها للشعب دون حلول تعالج واقعه المزري. لكن يبدو هناك في تحديات حقيقية مبعثها وأساسها الرئيسي هو تعمة الحوثي. الحكومة هي المسؤولة، هي الذي تحرص على مصالح الشعب اليمني إجمالا، هي التي معنية بمعاناة كل مواطن يمني. الحوثي يعني يجبي لا يدفع رواتب رغم أنه موارده أكثر من موارد نحصل علينا، لكنه فقط أداة حرب وأداة تجيش وأداة خدمة أجندة خارجية. من جديد صرح بن مبارك بأنه يدرك وحكومته حجم المعاناة التي يعانيها المواطن ولديه إرادة حقيقية لتوفير الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطن. تصريحاته بن مبارك لم ولن تشفع للحكومة التي تعيش بمخصصات مالية كبيرة تجعلها قادرة على التحكم بظروف البلاد وتجاوزها بصورة أفضل مما هي عليه الآن، ليبقى المواطن وحده من يرتع وسط انهيار الاقتصاد وضياع الخدمات. عقدت لجنة فتح المظاريف بالعاصمة عدن اجتماعا لها برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، وجرى خلال الاجتماع فتح المظاريف الخاصة بمشروع إنشاء خط الرئيس لشبكة الصرف الصحي مع ملحقاته من جولة دار سعد إلى محطة أحواض معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة العريش بمديرية خور مكسر بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأقرت اللجنة تحويل العطاءات المقدمة للجنة الفنية للتحليل لتقييمها ورفعها إلى لجنة المناقصات لإقرار وإرساء المناقصة على الشركة التي قدمت أفضل عرض ومستوفية لكل الشروط. بحث لقاء في العاصمة عدن ضم رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور التعاون المشترك بين الجانبين، وناقش الجانبان عددا من المواضيع الخاصة بسير الأعمال في مشاريع الصندوق وآلية التمويل ونشاطه على مستوى المحافظات المحررة ودور مصلحة الضرائب في تعزيز الدخل القومي وموازنة الدولة لمساعدتها في الإيفاء بواجباتها تجاه المواطنين عبر إجراءات التحصيل الإيرادي. كما تناول اللقاء نظر إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما بين الصندوق والمصلحة في الجوانب الإرادية وخلق شراكة عمل قائمة على التعاون في مجالات التحصيل الضريبي.
استقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي سالم العولقي الوفد الإعلامي السويدي في القناة الرابعة الإخبارية. وفي اللقاء أكد العولقي على أهمية دور وسائل الإعلام الدولية في إبراز الأوضاع السياسية والاقتصادية والميدانية في بلادنا وكشف حجم الانتهاكات والخراب والتدمير التي قامت بها ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام والمهددة للأمن والاستقرار والمصالح الدولية. وأضاف بأن الأحداث في البحر الأحمر وأعمال القرصنة الإرهابية للملاحة الدولية التي تقوم بها هذه الميليشيات أضرت بالأمن الغذائي للمواطن، وشدد على أن الظروف القائمة في البلاد والقرصنة الحوثية في البحر الأحمر والوضع الحالي في المنطقة لا يشجع على إبرام تسوية سياسية مع الحوثيين، وسيشكل ذلك مكافأة لهم على أعمالهم الإرهابية. ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي مع وفد من اليونسكو مكتب اليمن ودول الخليج أبرز احتياجات المحافظة في قطاع التراث والثقافة والآثار والمتاحف. ورحب العمقي بالشراكة مع مكتب اليونسكو للحفاظ على التراث والآثار والمتاحف، مؤكدا على اختيار الكادر المؤهل لتنفيذ المشاريع، حيث ستعقد عدة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة أبرز الاحتياجات لتوحيد الجهود للمحافظة على الموروث التراثي والأثري والثقافي بالمحافظة. وأثمن الأمين العام جهود اليونسكو وتدخلاتهم لرفع مستوى مختلف القطاعات، مؤكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقوم بتسهيل كافة الصعوبات لإنجاح المشروع. أكد مدير تربية ساحل حضرموت أمين بعباد أن مشروع دائرة الصحة المدرسية يأتي في أولويات قيادة المكتب، كونه يقدم خدمات صحية مجانية للكوادر التربوية والتعليمية وكذا الطلاب والطالبات. جاء ذلك خلال زيارته والمدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الدكتور عبد الله بن عثمان مقر دائرة الصحة للاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدم من قبل المركز الرئيسي لدائرة الصحة المدرسية بالمكلا لجميع منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة. من جانبه أكد الدكتور بن عثمان حرص مؤسسة العون على تقديم أوجه الدعم والمساندة في مختلف المجالات المتاحة عبر الشركاء وعرض لهم مثل هذه الخدمات التي تقدمها تربية ساحل حضرموت. جرى بمديرية دوعا توقيع اتفاقية إعادة تشغيل مستشفى أبضة والتي تمثل بداية جديدة للمستشفى الذي سيقدم خدماته لأبناء دوعا والمديريات المجاورة. وأثمن المدير العام لمديرية دوعا سالم بانخر الجهود التي تبذلها مؤسسة صلة للتنمية في مساندة السلطة المحلية في المديرية بالاهتمام بالقطاعات الحيوية وخاصة قطاع الصحة لما له من أهمية في حياة المواطنين، مضيفا بأن تجديد هذا المرفق الحيوي يعكس الالتزام المشترك بضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية التي يستحقها. شهدت مدينة سيئون عملية تسليم مواقع مشاريع المرحلتين الثانية والثالثة لخطوط أبراج النقل 132 كيلو فولت خط حرير بدرة وخط حرير الغرف وكذا محطات الخفض في بدرة والغرف والجهة المنفذة. وأكدت السلطة المحلية بوادي حضرموت أكدت على أهمية قيام واستكمال مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المناطق الغربية والشرقية من الوادي، حافة الجهة المنفذة للمشروع على الالتزام بالفترة المحددة لإنجاز المشاريع المقررة بأربعة 20 شهرا، منوهة بأهمية المشاريع في التقليل من نسبة الفاقد في الطاقة وتصريف طاقة كبيرة من المحطة الغازية إلى المناطق المستفيدة. نظمت في مدينة المكلا أمسية رياضية وفائية وتكريمية للمخضرم الكروي الكابتن جواد بعقبة، جمعت نجوم أندية مدينة المكلا في مواجهة أندية المديريات الشرقية وضمت اللاعبين ممن عاصروا المحتفى به ونجوم العصور الذهبية للكرة الحضرمية. أمسية كروية احتضنتها مدينة المكلا احتفاء باللاعب المخضرم الكابتن جواد بعقبة تكريما لمشواره وعطائه الرياضي، لاعبا لعدد من أندية حضرموت ومدربا وطنيا ومربيا للأجيال، وسط حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية وجمهور من محبي وعشاق الكرة. يوم سعيد وأنا فخور أن أكرم من قبل هذه الكوكبة وهذه النجوم المرصعة هذه الكوكبة المرصعة بالنجوم والتي قدمت لحضرموت أشياء كثير وكثير. طبعا أنا سعيد جدا وأشكر كل من قدم وكل من سعى في إنجاح هذا المهرجان الكروي التكريمي.
أمسية كروية جمعت بعد سنين طوال لاعبي مدينة المكلا والمديريات الشرقية في ملعب واحد، التقوا فيها بشوقة ولهفة لاستذكار الذكريات الجميلة بقدم مشتاقة للملاعب، ولكن حال العمر بينها وبين الساحرة المستديرة، الوصف الذي يكنه العشاق لمعشوقتهم كرة القدم. فرصة سعيدة نحن نشتكي بعد فترات طويلة من الانقطاع عن الملاعب، عن نتقي بأخواننا ونشارك الكابتن جواد هذا التكريم، وعلى أمل نحن نلتقي في مرات قادمة بإذن الله إن شاء الله. طبعا هذه المناسبة أخونا جواد أقل حاجة هذه نقدمها له، كل اللاعبين القدامى له من المكلا من تضامن من شعب حضرموت، هذه أقل حاجة نقدمها له لأخونا جواد. حضرموت اليوم تحتاج من يهتم بأجيال عشاق كرة القدم ليصلوا إلى مستوى اللاعبين القدامى الذين أظهروا جزءا بسيط مما كانوا يتمتعوا به في السابق وشرفوا به حضرموت والوطن آنذاك. نحن أمل كبير أن تطور الرياضة أو يوصل لعب اللاعبين الحاليين بمستوى اللاعبين القدامى فكريا وعقليا حتى نستطيع أن نطور اللعبة. فللأسف هناك فرق كبير بين الإمكانيات والنضوج الفكري والذهني للاعبين عكس ما هو يتمتع به لاعب اليوم عن لاعب الأمس، ولهذا نشاهد أنه في هذا المهرجان العظيم الذي يقام فيه ويشارك فيه كوكبة من اللاعبين أن مستوى اللمسات الفنية للاعبين القدامى لا زالت موجودة. صحيح أن تنقصه اللياقة البدنية والأعداد البدني لأنهم تجاوز السن المقرر للعب في هذه اللعبة. هؤلاء لا يمكن أن ينسى التاريخ أسماءهم التي ستخلد للأبد وتجدد مع كل حديث ورواية عن كرة القدم في الزمن الجميل، فإن غابت الفعاليات الرسمية لتنصف ما قدمته أرجل هؤلاء تبقى المبادرات المجتمعية هي البديل لتكرم من رفعوا اسم حضرموت رياضيا عاليا. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس المجلس الرئاسي يدعو القادة العرب إلى التصدي لمشروع ميليشيا الحوثي. رئيس الحكومة يعتذر للمواطنين عن انقطاع الكهرباء ويكشف حجم الفساد والأموال الطائلة التي تصرف في هذا الملف. والأمين العام لمحل حضرموت يبحث احتياجات المحافظة مع وفد من اليونسكو في قطاع التراث والثقافة والآثار والمتاحف. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.